وبعدين الراجل اللي بيجعر لي في الميكروفون ده، وانت مش سامع صوتك ولا انت قاصد تعمل كده؟ ساعة الأذان بسد وداني 15 صوت داخلين في بعض. طب ما هو ربنا أرسل سيدنا النبي بآيات. ما هو بالظبط إيه بقى؟ إسراء معراج ما حصلش. اتفضل يا عم. اسمع مني أنا بقى. إسراء. اسمع مني ربنا أنا بقى. بيقول في القرآن سبحان الذي أسرى. أروح منها فين؟ ده عبد يمين. أولع فيها؟ ده عبد يمين. مين عبده ده بقى؟ آه. هتقول لي معرفوش. لا ده رايك بقى. والنبي إيه؟ آه. مين؟ هم اقرأوا كتابية أو سلطانية. سلطانية 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 لا لا سلطانية سلطانية لا سلطانية. تصلي؟ لا ده روح القدس جواك. أصلي ليه؟ ما وصليش لحد. ده الأب والابن وروح القدس إله واحد. يعني أنت ربنا سنة سنة أنت ربنا جواك؟ أه طبعا ربنا جواك؟ أه طبعا. أنا أحيانا كتير لما بدخل الأجزخانة الاقي الشاب اللي قاعد في الاجزخانة الطبيب والصيدلي بيقرا قران، لكن من باب اولى قاعد في الاجزخانة ما بيقراش لي في الكتاب عن الدواء. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فانتظر الساعه، وقال ان من علامات الساعه ان يتكلم الرويبضه في دين الله. قالوا وما الرويبضه يا رسول الله؟ قال الرجل التافه وحسبنا الله ونعم الوكيل وفوض أمر إلى الله إن الله بصير بالعباد. لا نقول غير هذا. ضاع إسلامنا سمعته ومكانته ضاعت تحت أقدام النخاس الفكرية والتعصب المذهبي. فإلى الله نشكو.